ما الغاية من إعادة انتخابات؟ هذا الموضوع جدا مهم. يعني هو إعادة بنفسها بالضبط، يعني إن إعادة الانتخابات بنفس الأفكار وبنفس القصة لا توجد هنالك نتيجة، لا يوجد هنالك حل. يعني حتى ما ذكره يعني يعني الأستاذ أحمد فيما يخص أن هنالك فكرة أخرى أن النظام السياسي من الممكن أن ينجح بتجربة جديدة، وهي أن تتشكل حكومة ما يعرف بالأغلبية، يعني التوافقية لا تخدم. هذا الكلام أيضا ليس دقيق، يعني حتى يعني لو انعادت يعني ماكو كتل سياسية راح تنسحب من الانتخابات. بالضبط، فهي نفس الكتل موجودة. لا أنا أقصد هنا تعقيبا على هاي القصة التوافقية وكذا، بلجيكا توافقية يعني دولة أوروبية ودولة متقدمة. شوف احنا مشكلتنا بما أنه حديث يعني برنامجك شوية يعني مو كلش أوفر كلش رسمي، يعني من ممكن أنه نتحدث يعني حتى بلغة بسيطة يفهمها الوسط المتعدد للثقافات. يعني هذه الأفكار التي تطرح يعني ليست هي الحل الحقيقي والواقعي لأزمة بنيوية في داخل الجسد السياسي منذ 9 نيسان حتى هذه اللحظة، ولا يمكن اختزال الشعب العراقي كله بطبقة سياسية فقط. هنالك أغلبية صامتة لديها رأي لديها وجهة نظر، أن يعني المشاركة سوف تكون إذا أردنا نتحدث عن موعد قريب فلنفترض نهاية هذا العام، سوف يشارك من جمهور الأحزاب نفسها. وفي حال النتائج وفق هذا القانون الموجود الحالي الذي لا يصلح فقط لل يعني للمجالس البلدية وليس الانتخابات تشريعية وبرلمانية، يعني ما الذي من الممكن أن يقدمه أكثر من أرقام متقاربة وندخل في نفق الأغلبية والتوافقية والمادة 76 التي سوف تفسرها من جديد المحكمة الاتحادية، ولا يمكن أن يتم هنالك تحقيق النصاب في جلسة تسمية رئيس الجمهورية ونعود إلى المربع الأول. توقعاتك ما بعد 40؟ أنا أعتقد أن هنالك رؤية جديدة بحسب آخر يعني معلومات، من الممكن أن يكون هنالك حل سياسي في حال أبدأ طرفي النزاع هنا مرونة نوعا ما. لأن بكل صراحة دعنا إذا أردنا نتحدث عن الكرد حسموا موقفهم فيما يخص منصب رئيس الجمهورية، وأن السيد الحلبوسي يعني فكر وقال لا بأس من عقد جلسة لتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق المعطيات الموجودة برئاسة السيد السوداني. ما الذي سوف يحدث؟ هذه الحكومة لن تصمت طويلا أمام احتجاجات جديدة من قبل جمهور التيار الصدري ومن قبل أيضا آخرين أطراف متحالفة معهم، بمعنى سوف تكون ذات التجربة في حكومة السيد عادل عبد المهدي عام 2018. أضف إلى ذلك فكرة بقاء حكومة الحالية حكومة تصريف الأعمار، أعتقد أنها فكرة غير صائبة، لأن هنالك أيضا أطراف رافضة لاستمرار هذه الحكومة، وأن لا يمكن أن يتم تعديل قانون الانتخابات وتغيير أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة، على اعتبار أن هنالك رفض أيضا من طرف الإطار التنسيقي.